شرود الذهن قد يولد مواقف صعبة، فقد انتشر مقطع فيديو يوثق حادثة طريفة حيث تعرضت شابة خلال حفل عشاء في فندق بأندلوسيا إلى سقوط مع طعامها في المسبح وهي في حالة شرود للذهن. وأعرب بعض المشاهدين عن أسفهم للموقف الذي تعرضت له الشابة، بينما تداول البعض الآخر الحادثة بأسلوب فكاهي.